السلام عليكم. اليوم مع وصفة مطبخ دليلة دي زاد، جيتكم بوصفة بيتزا كاري بسميد، سهلة ومقرمشة وطرية في نفس الوقت. ابقوا معايا حتى آخر الفيديو، وما تنسونيش تشجعوني، ديروا لي لايكات والبرتاج وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. السلام عليكم حبيبات الغاليات، كي راكم؟ ان شاء الله نلقاكم بخير، ان شاء الله تكونوا عيدتوا بخير بصحه ولهنا، ان شاء الله راكم مليح لاباس. انا الحمد لله. اليوم جبت لكم حبيبات الغاليات يعني مع هاد اليامات تاع السخانه، يعني الدراري واش يحبوا، مام الكبار يحبوا بيتزا كاري سهله توجد في وقفه، بيتزا كاري بسميد سهله مقرمشه وطريه في نفس الوقت. بسم الله نبداو على طريقه التحضير. بسم الله، عندي هنايا زوج كيسان تاع سميد رطب، زوج كيسان تاع سميد رطب يكون رقيق. عندي هنايا زوج كيسان تاع فرينه، نخلطهم هكذا باش هذاك السميد والفرينه يعني يتخلطوا لي، باش هذيك الفرينه ما تروحليش في بلاصه وحده والسميد في بلاصه وحده، باش كي نشمخ بالماء ولا يعني تجيني سهله. عندي هنايا قسم غرفه تاع العشاء تاع خميره الخبز معمره مليح. هاد المقادير اللي مديت لكم تلقاوهم في صندوق الوصف الكراماج. عندي ثاني مغرفة تاع العشاء تاع السكر، هذيك ماشي معمرة مليح، نخلط ونزيد قسم غرفة تاع قهوة حليب تاع الملح. قسم غرفة تاع قهوة حليب تاع الملح، ونزيد نص كاس تاع زيت المائدة ولا كاس ناقص زوج اصبع. دوك نزيد هنايا كي حطيت هذاك الزيت، نزيد كاس تاع الماء يكون دافئ ماشي سخون بزاف، راهي السخانه سينو تجيكم قرصه، يكون عندها هذيك الريحه تاع الخموريه، تكون تقول تريح كيما الحاجه اللي تخسرت ماشي كيما الشتا. نزيد نص كاس تاع الماء يكون دافئ، بدلنا كاس ونص. شوفوا كيفاه تجيكم، شوفوا كي اللي راهي جايه. ما ننساوش فيها السميده خاطرش يتشرب لنا. دوك نخلي هكذا مده 5 دقائق بلا ما نغطي، هنا بعد ما ارتاحت 5 دقائق نحطها فوق البلون طرافاي، شوفوا كيفاش تجيكم، كشتوها رطبه نوريها لكم باش تشوفوا، ومنطون تلاصق شويه ها. وهنا نجيب تلاصق ماشي بزاف بزاف، وهنا عندي قيس مغرفه تاع قهوه حليب، زبده، ريا، مارغارين، نزيد ندلكها هكذا شويه مده 2 دقائق، هذا يعني ماشي دليك باش يتجانسوا هذوك المكونات، هذيك الزبده مع هاد السميد الفرينه يعني نكور فيها، هذا يعني ماشي دليك باش برك يعني يتخلطوا هذوك المكونات. هنا بعد ما دلكناها 2 دقائق ندير في هذاك الوعاء بلا ما نغسلو، ندير شويه فرينه هكذا، كلمة سخنة يبدا تخمر. شوفوا كيفاش تجيكم، راكو تشوفوا هاديك، هاديك لاباط تاعها، هاديك الزبدة شغل طريها، وميم طون تجينا مقرمشة هكذا قلتلكم في العنوان. دوك نحط هنايا هاد الوعاء، نحط له هكا الفيلم اليمونتير، نغطيها ونخليها تخمر، وندوزو للصلصة تاعنا، نديرها هاد كوتي
نفس الصلصه تاعي. واش عندنا؟ عندنا ثلاثه حبيبات تاع طوماطيش هذيك، وعندي ست سنينات تاع ثوم، وهكا شطبه تاع زعتره ولا لوتا. نقسمهم هكذا على اربعه عشوائي بالقشوره، على اربعه ولا على سته، المهم يتقطعوا هكذا ماشي يعني سوا سوا. بزرع كلش، انتم تحبوا تنحيوها نحيوها. نزيد هذيك الشطبه تاع لوتا، وهنايا عندي سته فصوص تاع ثوم نديرهم هكذاك. نزيد نص كاس تاع الماء، ونزيد الملح. الملحو يعني كيما تملحو الماكله تاعكم، تزيدو خير شويه كيما تجيكم باسكو تولي تتشرب لكم شويه. هاذي كان نزيد خير من بعد. دوكا هاد الزيت اللي وجدتو ماشي دوكا حتى نطيب لنا لاصوص تاعنا نولي لعندكم نكملو ياك. هاكدا هنا بعد ما حطيتها فوق النار، تقدرو ديرو كلشي على ضربه. انا نسيت برك من قبيله حطيتها هنايا، عندي مغرفه هنايا تاع العشا تاع طوماطيش تاع البلاصه، وعندي نص مغرفه تاع قهوه حليب تاع سكر باش ما تجيكمش يعني قارصه. نخلط ونخليها تطيب، يعني الطياب تاعها يشد لكم هكا تقيش 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه تميكسيوها هاي هنا. بعد ما طابت لي 20 دقيقه شوفوا كيفاش تجيكم هاي ليك. دوك نطفي عليها نرحيها بالبغا. هنا بعد ما طابت لي راني رحيتها، دوك راني طفيت للنار هاي ليك. دوك حنزيد زوج مغارف تاع العشا تاع زيت الزيتون ولا حبيتو زيت المائده بلا ما نشعل النار. هذا دوك نخليها تبرد، تبرد يعني تدفى شويه ماشي تبرد تبرد. هنا حبيبات الغاليات راهي خمرت لي، خليتها 40 دقيقه. شوفوا كيفاش جاتني يعني مثقوبه. هاد السر من الاسرار تكون فيها السميد يعني باش تجيكم خفيفه هانيك. شوفوا ثقابي هانيك. دوكا راني درت لها هكا ديكازات. هنا جبت السنيوات تاعي اللي تاع الفول، ولا ما عندكمش هكا وحده كبيره تقدروا تقسموها على زوج. انا حنديرها في وحده في السنيوه وحده كبيره الفور تاعي تاع تريسيتي، وكما تقدروا ثاني تطيبوها في الفور نورمال. هنا دركا السنيوه تاعي فيها منا لهنا 40، وفي العرض هكذا منا لهنا 36 يعني في السنتيمتر. دوك ندير شويه الزيت، زيت الزيتون. تحبوا ديروا زيت المائده ديرو. ما معنى الحواف هكذا؟ مسحو هادو لي بوردور. وهنا ندردر سميد رقيق باش تجيكم مقرمشه. قلت لكم طريه ومقرمشه في نفس الوقت بلا ما نديرو بابي كويسون. كيما اللي تتبع برا شتوها كي تاكلوها من تحت تلقاها مقرمشه، من فوق رطبه تجي الفوقانيه.
نجيب لاباط هايلة مهوية ما شاء الله. شوفوا كيفاش تجيكم كي تشدوها هكذا كيفاش تهبط حتى الماء وطريها هايلكم ماهيش تلتصق. نحطها في سلوى ونبدا نبسط هكذا بيديا بلا ما نسحقوا يعني الحلال. دوك نثقبها هكذا بالفرشيطة ونزيد ندهنها تاني بزيت الزيتون. قولوا لي وعلاه هكذا باش هذيك الطماطم ما يتشربهاش هذاك هذيك لاباط. لابيت نديرها ديرها في الفرن تشرب. ندهنوها كيما حد دهنو يعني نيمبورت كيل بات هكذا بالبانسو ماشي زياده بزاف الزيته. ديروا غير واش يليق هكا برك كي تدهنوا يعني البانسو تاعكم يمشي لكم وما تكثروش بزاف ثاني تا ابي بري. نقولوا هنا درنا قزوج مغارف هكاك تاع العشاء خاطرش لو كان ديرو هاديك الطوماطيش ديريكت في لاباط كي تدخل الفرن تشربها تولي لكم هاديك الطوماطيش ناشفه من الفوق. فوالا وهنا نجيب الطوماطيش تاعي نبدا نحط هكذا فوالا دوك ندير الزيتون بسم الله. نكونو شليناه دوك نديرها في الفرن قلت لكم 190 درجه شعلتو هكاك ربع ساعه من قبل ولا 20 دقيقه نشعلو غير من التحت ونديرو في الطبقه الثانيه في الفرن تاعنا ما نديروش الفوق باش ما تنشفلناش وما تشعلوش البيتزا تاعكم بالفوق طيب لنا غير من التحت. نتلاقاو ان شاء الله كي طيب. هنا بعد ما نحيدها من الفرن دوكا حنقسمها راهي سخونه باش نقولكم بسم الله. نقسمها بهاد لابولات شدت لي في الفرن 25 دقيقة على 190 درجة شعلتلها غير من الفوق. وهنا دوك ندير الفرماج you
تحبوا ديروه في لابوش جوطاب تاع صروح، انا حنديرو يعني ساهل، حنحطو هكا في المغرفه هاي هكذا، كل واحد نعطي له حقه شويه شويه هكا اللي ساهل، ماشي كاع الناس عندهم لي بوشات جوطاب. وهنا نجي عندي الدجاج، عندي يعني وحده اسكالوب طيبتها في المقلاة وفتتها ونحطها هكذا فوق البيتزا تاعي. تحبوا ديروا الطون، انا عندي الاسكالوب في الدار، زيت قليتها شويه تاع زبده، بعد ما طيب لي تبرد نفتتها ولا نقطعها بالموس هكذا. وهنا نزيد شويه البقدونس ولا المعدنوس هكذا، نرشو هكا من فوق. وهنا نجيب زيت الزيتون، هذا يرجع ليكم، نديروها فيلي الويل دوليف يعني هكا خيوط خيوط هكذا. اللي يحبوا زيت الزيتون، اللي ما يحبوش ما يديروش هكذا. باش نقولكم من يديكم يرفح لا تشجعوني بلايكات وديروا لي البارطاج وخليوا لي كومونتير شباب كيما نتوما. هكا دوكا نتلاقاو في طاوله التقديم نوريكم المصداقيه. هاملك حبيبات الغاليات، بيتزا تاعنا كاري بسميد سهله مقرمشه وطريه في نفس الوقت، مقرمشه في دلالها السميد من تحت وطريه كيخلينا هذيك الطوماطيش ما نشفتلناش من الفوق. شوفوا قلتلكم شدت لي فقياك تاعها غير 25 دقيقه، شعلت لها غير من تحت على 190 درجه، وكي نديروا لها هذاك السميد من تحت يعني ما تجيكمش كما قولوا تلصق لكم في السنيوة. شوفوا كيفاه جاتني من تحت هايليك هايليك، واش نقول لكم، شوفوا الثقابي تاعها مهوية الله الله من يديكم. شوفوا الله يبارك ما شاء الله، ندوقها قدامكم بسم الله. ما شاء الله هايله خفيفة. شوفوا كي تشوفوا هاد التقابي تاع لاباط كيخليناها كيما نقولوا خمرت لنا 40 دقيقة مع هاد السخانة تجيكم مهوية. حبيبات الغاليات، ولا عجبكم الفيديو شجعوني بلايكات وديروا لي البارطاج، خليوا لي كومونتير. الشباب كيما نتوما قد ما ديروا لي البارطاج ولي جيم يعني اليوتيوب يزيد يقدم لي دي فيديو تاعي يشوفوهم واحد اخرين. نخليكم حبيبات الغاليات في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. ما تنسونيش بلايكات، جمجمولي جمجمولي حبيبات الغاليات. سلام.